الذين ينظمون هذه الجوائز يعني إن كان الباعث لهم وقرائن الأحوال تدل على أنهم يفعلون ذلك احتفالاً برأس السنة الميلادية وما يسمونه لكريسمس ويسمونه عيد ميلاد المسيح زوراً وبهتان، وهو لم يولد في هذا اليوم ولا في هذا الشهر، ولا وإن كان يفعل ذلك بهذه النية فهو آثم حرام عليه ولا يجوز له ذلك، لأنه يعين على عبادة ظالمة وعبادة فاسدة وهي التثليث والتصليب واعتقاد المسيحيين في هذه المسألة في هذا اليوم هذا الاعتقاد الفاسد. وإن كان كانت التخفيضات في الملابس وفي غيرها لسبب آخر مثلا يعني هذا فصل الشتاء ويريد أن يعمل تخفيضات لما بقي عنده من ملابس الصيف بحيث يتخلص منها فلا حرج عليه في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فسواء أصحاب المحلات وإلا الناس الذين يشاركون في هذه المسابقات تحكم عليهم نياتهم، فمن اشترى بهذه النية وهي نية رأس السنة والكريسماس فهو آثم ولا يجوز له ذلك، لأن هذا احتفال يعني ديني بدين باطل لا تجوز المشاركة فيه ولا الإعانة عليه ولا إشهاره ولا الكلام عليه يعني بما يشهره و يحبب الناس فيه ويجعلهم يتعلقون به. وإن كان الدافع للمشترك ولا لصاحب المحل هو أمر غير هذا ولا يستحضر النية هذه في نفسه فلا حرج عليه، أن التخفيضات هذه من التسهيل على الناس ويفعلها الإنسان باختياره ولا يجبره عليه أحد، وقد يكون فيه مصلحة له ونفسه وفي مصلحة أيضا للآخرين الذين يترددون على المحلات. فالمسألة تتبع ما يعني ما نووه بهذا العمل وهذه المسابقات والاشتراك فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.